تحيات طيبات نزفها إلى الحضور الكريم. يسعدنا أن تحضرون وتسمعون وتنقدون، ولسنا في مقام من يلقي القول، ولستم في مكانة من يلقي السمع، إلا أن القول إلقاء والسمع إلقاء والملقي والمتلقي في المشهد سواء. عنوان هذه المحاضرة: مسالك الإبداع في الأطروحات العلمية، القراءة والكتابة. بالنسبة لسؤال المحاضرة، يمكن تقومي بإنزال. هناك يوجد خلل في العرض. ما في. أنت كان واضح؟ نعم، مسموع مسموع. إذن ما العلاقة بين مسالك الإبداع؟ سؤال المحاضرة: ما العلاقة بين مسالك الإبداع، الكتابة والقراءة، وبين تجويد الأطاريح العلمية؟ إذن وكان منبع السؤال هنا أن الأطروحات العلمية الجامعية ضعيفة إلى حد ما، وهذا طبعا يعود إلى أن القراءة لدى الطالب هي ضعيفة أيضا أو قليلة أو منعدمة. إذن الطلاب قد سبقوا مشروع القراءة أو الكتابة على القراءة، وبالتالي جاءت أعمالهم ترقيعية وليست تبديعية. إذن سؤال المحاضرة: ما العلاقة بين مسالك الإبداع وبين تجويد الأطاريح العلمية؟ إشكالية المحاضرة: على الطالب أن يكون سفيرا لجامعته وقسمه و كليته، بمعنى أن يرتقي بالأطروحة العلمية إلى ما يتناسب مع الجامعة ومع أهميتها. أهمية المحاضرة تكمن أهمية المحاضرة في أنها تلفت الانتباه إلى أنه من غير مشروع قراءة مبكرة أو من غير قراءة لا يمكن للكتابة أن تتخذ مسارا إبداعيا مناسبا. مدخل إلى المحاضرة، هل أنا واضح؟ لحظة دكتور. مدخل إلى المحاضرة، إلى الأمام، فوق. مدخل إلى المحاضرة. سلسبيلة. طيب. هذا واضح؟ نعم واضح. إذن الطالب يبدأ رحلته مع أطروحة الجامعة الجامعية، وفي هذه الحالة هذه مسيرة غير عسيرة في حياة الطالب، يتخذ منها إما أن يكون أو لا يكون. يسعى الطالب أن يحقق ذاته إما أن يكون أو لا يكون، وفي هذه الحالة على الطالب أن يختار عنوانا كبيرا لبحثه حتى يأتي به إلى المستقبل من حيث الإنجاز ومن حيث الإبداع. على الطالب أن يختار أطروحة ولادة تلد له أبحاثا في المستقبل. إذن الأطروحة العلمية هي مستقبل الطالب العلمي. لقد عشت أؤمن ولازلت بأن الذي يكتب أطروحة عميقة في شبابه يستمر عميقا حتى في شيخوخته، والذي يكتب
أطروحة عقيمة في شبابه يقف عقيما في شيخوخته. لقد أجريت إحصاء معرفيا فوجدت أن الذين أبدعوا أو الذين يسيطرون على الساحة الثقافية بأفكارهم وعلومهم قد أبدعوا في شبابهم وكتبوا أطروحة عملاقة فتعملق حاليا، وما يكتبونه حاليا هو انعكاس لما كتبوه في شبابهم ولكن طوروه بجودة عالية، فذلك من ذلك. إذن الجودة أو الجيد يؤدي إلى الجيد، وتلك هي الجودة، والضحالة تؤدي إلى الضحالة، وتلك هي الرداءة. إذن الطالب يغش نفسه ويخدعها ويكذب عليها إذ يقول أكتب أطروحة علمية أيا تكن ثم أطور نفسي ما بعد الدكتوراه، وأعتقد أن هذا لا يحدث أبدا. فالذي يطور نفسه يطورها لحظة كتابة إعداد أطروحة الدكتوراه، وما بعدها تتذلل أمامه مسالك الرقي والتطور. إذن تطوير القدرة العلمية يكون لحظة كتابة أطروحة الدكتوراه. لماذا؟ لأن أطروحة الدكتوراه هي آخر الشهادات العلمية التي يكتمل عندها العقل ويتطور العلم. وإذا كتبنا أطروحة ضعيفة رديئة عقيمة فإن العقل دائما في نقصان إلى الشيخوخة. إذن هناك قل لي ما أطروحتك العلمية، أقول لك ما مستقبلك العلمي. إذن هناك فرق نوعي بين الشهادة العلمية والمكانة العلمية. إذن الشهادة العلمية هي التي تشهد علينا أو نفيد بها أنفسنا، والمكانة العلمية هي التي نكون ونشهد بها على الناس. فلتكون شهداء على الناس فالشهادة على الناس أبعلمهم أم بتثقيفهم أم بإقامة الحجة عليهم أم بنقدهم أم بتوعيتهم تكون بالمكانة العلمية وليس بالشهادة العلمية التي أصبحت كغثاء السيل في عالمنا العربي الإسلامي البئيس. إذن والفرق كذلك بين المكانة الوظيفية والمكانة العلمية. المكانة الوظيفية تصنعها الشهادة العلمية المحلية، أما المكانة العلمية فتصنعها الأطروحة العلمية المستقبلية. ولهذا أنصح الطلاب بأن ينشروا أعمالهم في مراكز بحثية محكمة ومتقدمة حتى ترشدهم إلى الصواب، فإما أن يستمروا أو يعدلوا أو يراجعوا أنفسهم أو يتوقفوا. وكذلك أنصح بالغوص بالفكرة العلمية عميقا وليس القيام بتوسيعها فقط، فإذا سطحناها سطحت أفكارنا. فمثلا عندما نتحدث عن الشافعي أو الزجاجي أو ابن سيبويه أو ابن جني فإننا لا نستطيع الإحاطة بأعمالهم، فأعمالهم كثيرة وقتلت بحثا. ولكن كي نتفوق ونتميز علينا أن نأخذ جزئية من فكر الشافعي وفقه الشافعي مثلا ثم نتعمق فيه، وإذا تعمق فيه الطالب أصبح خبيرا في هذا المجال. إذن الإبداع، ما مفهوم الأعلى الإبداع؟ واضح عندكم المصطلحات المحاضرة؟ نعم واضح. واحد الإبداع واضح؟ نعم واضح، واضح على الشاشة. نعم. إذن الإبداع كما رأيناه هو الشيء الذي يكون أولاً، وطبعاً نحن لا نطلب من الطالب أن يكون مثل هذا، لأن الطالب ما زال في حياته العلمية وفي تحسين أدائه العلمي، وإنما ينبغي أن يتميز على أقرانه في الجامعة والكلية والقسم وفي بلاده، فإذا تميز يكون قد نجح وقد أبدع. إذن التميز هو الطريق إلى الإبداع. بالنسبة للقراءة نقصد بذلك المخزون من الأفكار والمعارف في شكل نصوص مقروءة، ونقصد بذلك أنه إذا امتلك الطالب معلومات جديدة وأفكار مبدعة وأسلوب مختلف ولغة جميلة، إذا حصلت له هذه الملكات جميعاً فإنه يدخل في عالم الكتابة المبدعة وتطوير الأطروحات العلمية ماجستير أو دكتوراه.
إذن المبدع هو المثقف المتعلم. إذن الطالب لا بد أن يكون الطالب ماسكا لقلمه. ما معنى يكون ماسكا لقلمه؟ معناه أن يجيد الكتابة وتلك كناية، وأن يكون متمكنا من فنه. ما معنى هذا؟ أن يتمكن من علومه ومن تخصصه على مستوى الأصول والقواعد والمعايير. إذا تمكن من هذه الأشياء جميعا فإنه يستطيع أن يكون متميزا بين أقرانه في الجامعة وفي الكلية وفي القسم وفي بلاده أيضا. إذا النص المكتوب هو وثيقة مقروءة أسهم المبدع في بسط أفكارها وتجويد لغتها وتنغيم أسلوبها، والمقصود بذلك أن النص هو وليد الإبداع والمبدع والقراءة. إذا النص هو عقل المبدع وثمرته. إذا لم يكن هناك من قبل إبداع ومبدع وقراءة فإن النص يأتي رديئا. أولا الإبداع بوصفه فن للحياة جديدا. طبعا الإبداع هو طريقة للعيش صحيحة وسليمة في حياتنا. الإنسان عندما يبدع يشعر بالفرح الروحي الذي لا ينتهي أبدا، والذين يبدعون يختلفون عن الذين لا يبدعون. فالله سبحانه وتعالى عندما خلقنا خلقنا بأعضائنا كاملة، ولكن أخفى عنا الأفكار والعلوم والمعارف، أخفاها لأن الطفل لا يفكر. ولكن لما يبلغ السن القانوني ويكتمل لديه العقل فإنه يبدأ في رحلة البحث عن الأفكار والمعارف وينقلها من المفقود إلى الموجود. إذا الإبداع هو أن تنقل الشيء من المفقود إلى الإبداع إلى الموجود. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، كل شيء موجود على وجه الأرض، فلا يوجد شيء من العدم. مثلا القرآن الكريم قديم وأخفاه الله سبحانه وتعالى، وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله ولإقامة الحجة على قريش الذين كانوا أهل البلاغة. إذن حتى هذه التكنولوجيا الموجودة حاليا هي من خلق الله، الله أوجدها من قديم الزمان، مخلوقة وقديمة، وجاءت لهذا العصر، وجاء قوم آخرون واتخذوا الأسباب وقاموا بتنظيمها وتجميعها وحصلت كما هي الآن ونحن نستفيد منها. وهذا هو الإبداع. إذا الإبداع بوصفه فن للحياة جديدا، فالإنسان عندما يبدع تتغير لديه الحياة ويصبح إنسانا آخر مختلف عن الآخرين. إذا يحصل الإبداع لدى الاشتغال الدائم على النصوص. كيف يحدث ذلك؟ على الإنسان أن يشتغل على فكرة أو جزئية معينة، كما قلنا يشتغل على فكرة جزئية معينة لدى الشافعي ويقوم بتوسيعها وإبرازها، وإذا أبرزها أبرزته. فالفكرة لا بد أن تحاصرها حتى تعطيك ما عندها، وإذا لم تقم بحصارها جعلتك كسولا، وبالتالي لا يمكن أن تطور في أفكارك وفي أطروحتك العلمية. إذن العلم نذهب إليه وليس العلم يأتي إلينا. الإبداع الحقيقي هو ما نجم عن مشكلة يعيشها الناس. ولهذا طبعا الإبداع لا يكون إلا إذا فكر المبدع أو فكر الطالب في قضايا عصره، مثل الأمية، مثل النهضة والحضارة والفقر والتعليم وهذه الأمور التي تشغل العصر وتشغل الأمة. فالإنسان لابد أو الطالب لابد أن يكتب في قضايا عصره حتى ينجح. لماذا؟ يقول فوكوزاوا يوكيتشي الأب الروحي للنهضة اليابانية: ما كنت لأكون على هذه الشهرة إلا لأني جئت لخدمة عصري. فخدمة عصري هي التي جعلتني في هذه المرتبة العالية. وكذلك الأنبياء جاءوا لخدمة قومهم ولخدمة أمتهم ولخدمة الإنسانية. إذا جاءوا لخدمة عصرهم فنجحوا. إذا نختم عصرك تبدعوا.
مفترض تطوير اللغة العربية والوصول بها إلى العالمية، لا سيما الذين في قسم اللغة العربية. كيف ذلك؟ اللغة العربية تفكر، أو اللغة بصفة عامة تفكر والفكر يكتب، فنحن دائما نخطئ، نقول بأن اللغة العربية هي التي تكتب والفكر هو الذي يفكر. لا، اللغة العربية هي التي تفكر، معناه اللغة تفكر والفكر فقط يكتب. إذن ما معنى هذا؟ والدليل على ذلك عندما نقرأ للعلماء الكبار نعجب بأفكارهم الكبيرة والعظيمة. لماذا؟ لأن لغتهم قوية جدا. إذا كانت اللغة قوية، إذا كانت اللغة ضعيفة، فمعناه أن الإنسان لا يستطيع أن يذهب بعيدا أو يأتي جديدا. إذن اللغة بمفردها لا، اللغة بمفردها لا تفعل شيئا. إذن اللغة بمفردها لا تفعل شيئا، فاللغة مثل السيارة، السيارة بدون عجلات وبدون ركاب لا معنى لها، وكذلك اللغة بدون أسلوب وبدون أفكار الذين هم الركاب فإنها تكون لغة ضعيفة. إذن القراءة لها معنيان، القراءة التقليدية والقراءة الإبداعية. إذن القراءة التقليدية هي ما نقرأه من صحف ومجلات وأخبار وكتابات عادية، أما القراءة الإبداعية النقدية فهي القراءة العالية جدا والتي يمارسها المحكم أو الممتحن للأطروحات الجامعية أو للأبحاث العلمية، فيقوم بنقدها وبالتالي إما أن يقوم برفضها أو بقبولها، وعلى الطالب هنا أن يقوم بقراءة الكتب التي يقوم بالمطالعة فيها، أن يقرأها قراءة إبداعية فيها الكثير من النقد. إذن الطالب عليه وهو يقرأ أن ينقد الأعمال مباشرة، وهذا يساعده على تطوير الأطروحات الجامعية له في المستقبل. إذن الطريق المختصر للاستيعاب ما تقرأ وتطالع هو الغوص في عالم التخصص. إذا الإنسان عندما يقرأ في تخصصه فإنه يتعلم التكرار، فالتكرار يعلمه المعلومات والمعارف، مثل الطفل عندما يكرر يتعلم، ولكن هذا لا يمنع من أنه يقرأ في تخصصات أخرى. مثلا الذي في اللغة العربية عليه أن يقرأ في علم الاجتماع ويقرأ في علم النفس ويقرأ الفلسفة وهكذا. لماذا؟ لأن التخصص يعلمك كيف تحيط بالقواعد والأصول في تخصصك وفي معارفك، ولكن التخصصات الأخرى تأتيك بالحلول، فالإنسان لا يستطيع أن يأتي بالحلول من داخل تخصصه. مثلا الإنسان الذي عنده مشكلة في البيت لا يستطيع أن يحل مشكلته إلا بالاستعانة بأصدقائه وبالخارجين عن البيت. إذن كذلك في تخصصك لابد أن تستعين بعلوم ومعارف أخرى. معظم الذين أبدعوا وأوقفوا نظريات على العالم، هؤلاء أبدعوا وهم في خارج تخصصهم. إذن التخصص دائما جاف ويحتاج إلى من يبلله، وتبليله يكون بالمعارف الأخرى، ولهذا أنصح الطلبة بأن يقرأوا معارف أخرى إلى جانب تخصصهم حتى تتطور الأطروحات العلمية وتتنوع لديهم. نتراكم مخزون القراءة لدى المبدع يجعل كتابته مقروءة ومضافة. إذن على الطالب أن ينوع في كتابته، والعبرة هنا إذا نوع في كتابته في قراءته فقد نوع في كتابته. من غير التنويع في القراءات بين التخصص والمعارف الأخرى فإنه يصعب عليك التخصص في أو التميز في الكتابة مرة أخرى. إذا نوحت في القراءة إذا قد نوحت في الكتابة. قل لي ماذا تقرأ؟ أقول لك ماذا تكتب. يستطيع الكاتب أن يتمثل الأفكار دون تكرارها. هناك مشكلة لدى الطالب،
ومشكلة لدى الأستاذ. عندما يريد أن يكتب موضوعا ما أو أطروحة جامعية فإنه يضع المراجع أمامه فينقل من حيث لا يدري، ولكن حتى يتجنب هذه المشكلة عليه أن يكون قد قرأ من قبل سنة أو سنتين، ثم عندما يريد أن يكتب في الموضوع يستحضر الأشياء في ذاكرته فتأتيه فرادى، وبالتالي يتجنب النقل. والسبب أن الإنسان ينقل في أبحاثه وفي أطروحته الدكتوراه فلا تكون الأطروحة جيدة وعميقة، والسبب في ذلك هو التقليد والتطفل على الفنون والعلوم، وكذلك الجهل أو العلم الناقص، وكذلك غياب النقل. ولهذا يقول ابن خلدون: التقليد عريق في الأدميين وسليل، والتطفل على الفنون وخيم وبيل، والتطفل على الفنون عريض طويل، ومرعى الجهل بين الأنام وخيم وبيل، والحق لا يقاوم سلطانه، والباطل بشهاب النظر يقذف شيطانه، والناقل إنما يملي وينقل، والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل، والعلم يجلو لها صفحات القلوب ويسقل. إذن العلم والمعارف تتحول إلى نظريات عن طريق الصقل والنقد وتنويع القراءات وكذلك تجويد الكتابات. إذن الناقل هو الذي ليس له مشروع قراءة. إذن على الطالب كي لا ينقل عليه أن يقرأ الكثير وينسى الكثير ويكتب الكثير. كيف ذلك؟ الطالب عليه أن يقرأ حتى ينسى ثم يكتب. إذا لم تقرأ لا تنسى فلا تكتب. يقول أحد العارفين: ما قرأته نسيته، وما نسيته كتبته. إذن الذي نكتبه هو نسيان لما قمنا به. إذا لم تقرأ لا تنسى، وإذا لم تنسى لا تكتب. إذن ولهذا كان في قديم الزمان أو في العصر الجاهلي، إذا كان هناك موهبة لدى الشعراء فيطلبون منه أن يقرأ أو يحفظ 1000 بيت ثم ينساه حتى يأتي بغيره، لأنه إذا لم يقم بنسيانه قام بتكريره. إذن النسيان مهم جدا، سيأتي لا شعوريا وفي شكل تصورات ذهنية للطالب فيبدع. وأنصح الطلبة أن يقرأوا، وإذا لم يفهموا لا يفهموا، ليست هناك مشكلة، سيأتي اليوم ويسترجع ما قرأوه فلا شيء يضيع. إذن الطريقة الفعالة في القراءة: اقرأ الكتاب مرتين، الأولى سريعة والثانية متأنية. ما معنى سريعة؟ معناه أن لك قابلية للقراءة وحب للقراءة ورغبة في القراءة. والثانية متأنية، عندما تقرأ معناه ستستكشف في القراءات اللغة والأسلوب والأفكار والقواعد والأصول وتتعلم منها حتى تستطيع أن تكتب أطروحة دكتوراه قوية. ضع خطا تحت النقاط الرئيسية للكتاب. عندما تضع خطا تحت الفقرة فإن هذه الفقرة ستسترجعها في يوم ما وتكون عالقة في الذاكرة وتأتيك في شكل تصورات ذهنية. إذا الذي يضع خطا تحت الفقرة يسترجعها عبر الذاكرة ولو امتد به العمر وأصبح شيخا. كون فكرة واضحة عن الكتاب. عندما تكون فكرة واضحة عن الكتاب في هذه الحالة يمنح لك الثقة في النفس وتصبح مجاريا للكبار. إذا المبدع موهبة، ولكن هو حصيلة مجهودات تبذل
ولهذا يقول ابن خلدون القريحة مثل ضرع البقرة تدر بالامتراء وتجف بالإهمال. ويقول أحد العباقرة العبقرية هي قدرة لا متناهية على بذل الجهد. ونأخذ مثال على ذلك، مثلا ميسي ورونالدو. ميسي عبقري وموهبة ولكن طورها ببذل الجهد، ورونالدو يبذل الجهد فتحولت إلى موهبة. إذن كلاهما عبقريان، ميسي عبقري بالموهبة وغذاها ببذل الجهد، ورونالدو عبقري ببذل الجهد وتحولت إلى موهبة. إذن على الطالب أن يعيش بهدف، وأن لا يكون مثل الغرفة المظلمة أو الغرفة الفارغة. فالغرفة المظلمة أو الفارغة ليس لها هدف، فيكون فارغا ومظلما لا ينفع أحدا. إذن على الطالب أن تكون له غاية. يقول ابن خلدون إذا بلغ الشيء غايته انقلب إلى الفساد. ما معنى ذلك؟ هناك بعض الطلبة من ينجحون في حياتهم ولكن في منتصف الطريق يتوقفون عن نتيجة الكسل، وبالتالي هذا الكسل هو شكل من أشكال الفساد. إذا المبدع الذي يتعامل مع المشروعات الكبرى، أن تلعب مع الصغار حتى تصير، إذا أردت أن تلعب مع الكبار تصير كبيرا، وإذا لعبت مع الصغار تصير صغيرا. إذا على الإنسان أن يختار في أبحاثه أطروحات الدكتوراه موضوعات القمة، يكون مثل ذلك الطائر الصقر الذي يرى الأشياء من عالٍ. إذن الأفكار الكبرى غير الصغرى عندما تقوم أو اختيار عنوان جيد في أطروحتك الدكتوراه، في هذه الحالة الدكتوراه ستكون قوية بالنسبة لك، وبالتالي تمنحك ما بعد الدكتوراه أن تكتب أبحاثا أخرى. هناك بعض الأساتذة وبعض الطلبة كتبوا عند الدكتوراه وتوقفوا لأن الموضوعات التي اختاروها والأبحاث التي اختاروها عقيمة وليست جيدة، وبالتالي لا يستطيعون المواصلة في هذا المجال. المبدع هو من يوقف نفسه متعلما مدى الحياة. ولهذا كان كونفوشيوس يعلم، أو الحكيم الصيني كونفوشيوس كان يعلم التلاميذ بأن يقرأوا مدى الحياة حتى لا يتكبروا على الناس في الوزارة والمسؤولية. الإنسان عندما يقرأ مدى الحياة يكشف أنه ما زال جاهلا، فالإنسان عندما يتعلم مدى الحياة يعرف قيمته وينزل الآخر منزلته. ولهذا على الطالب أن يضيف لعقله عقل العلماء، وأن يضيف لرأيه رأي الحكماء، فإذا استبد بعقله ضل، وإذا استبد برأيه زل. على الطالب أن يقوم في أطروحته الدكتوراه بتسليمها إلى الطلب إلى الطلاب النجباء حتى يساعدونه، أو يذهب بها إلى المحررين، فتنقص لديه الأخطاء بنسبة 40% إلى 5%. وإذا حصلت 5% وذهبت إلى المحكم أو الممتحن فإنها لا تؤثر في النتيجة. متعصفة يا دكتور. نعم. بقي لنا 5 دقائق. إذن كذلك الإبداع الحقيقي ليس هو ما نتعلمه. لا تتعلم الإبداع، وإنما الإبداع هو شيء، هو ما يدور في عقولكم. فإذا كانت هناك أشياء تدور في عقولكم فعليكم باستثمارها والكتابة فيها، لأن العبقرية أو الحاجة هي أم الإبداع. فكثير من الناس أبدعوا وربما توقفوا في منتصف الطريق، وربما ماتوا، فجاء آخرون وأخذوا بالأسباب فالتقطوها غير واضحة فنقطوها ثم أسقطوها على العالم، ونحن الآن نستفيد منها. إذن مهارة المفكرين، شهرة المبدع، حتى أختصر الوقت، إذن على المبدع أن يبحث عن الطالب أن يبحث عن الأسئلة الكبرى في القراءات التي يقوم بقراءتها أو الكتابات، ثم
يبحث عنها ويحفر فيها. فالسؤال هو الذي يصنع الإنسان. مثلا سؤال سقراط هو الذي صنع أفلاطون، فأفلاطون أجاب عن سؤال سقراط فأصبح مشهورا ومعروفا. إذا لولا سقراط ما كان أفلاطون، ولولا أفلاطون ما كان أرسطو، ولولا أرسطو ما كان كانت، ولولا نيوتن ما كان أينشتاين. إذن علينا أن نبحث في الأسئلة الكبرى. إن الذي يصنع المبدع هو، إذا المبدع المبدع إذن على الكتاب أو الأطروحات العلمية أن تركز على المؤلفين الغربيين الذين يطرحون أسئلة في أبحاثهم. عموما حتى نختصر الموضوع نذهب مباشرة. كذلك عندنا مشكلة في الأطروحات العلمية دكتوراه، هناك اختلاف بين المنهج والرؤية، فنحن دائما لا نفرق بين المنهج والرؤية، نأخذ المنهج من الغرب فنطبقه وبالتالي نصبح تابعين للغرب في أفكارهم وفي توجهاتهم، ولكن الغرب خلق هذا المنهج من الرؤية، والرؤية تأتي من رؤية الإنسان للكون والله والإنسان. فرؤية الغرب للإنسان والله والكون تختلف عن رؤية المسلم للإنسان والله والكون. إذن الرؤية تأتي من الدين وتأتي من الخصوصيات وتأتي من الهويات، وبالتالي علينا أن نخلق رؤيتنا بأنفسنا ثم نذهب إلى المنهج. لماذا؟ لأن كل منهج يصدر عن رؤية، والرؤية هي التي تؤطر المنهج، والمنهج هو الذي يغني الرؤية. إذن لابد في هذا الأمر أن نفصل في هذا الأمر، فنحن نبقى في تبعية للغرب وفي تبعية للخارج لأننا لا نفرق بين المنهج والرؤية. وإذا كان هناك فرصة في المستقبل يمكن أن نعمل للطلبة وللأساتذة ورشة عمل في هذا الموضوع الكبير. إذن الخاتمة حتى ننتهي، من شروط نجاح الكاتب اتباع الخطوات الآتية. لماذا أكتب؟ لماذا أكتب؟ لأحقق الهدف الدنيوي والأخروي. ماذا أكتب؟ ما يرضي الخالق وما يفيد المخلوق. كيف أكتب؟ أكتب بالأسلوب الأدبي والمصطلحات العلمية، لأن الذوق الأدبي والجمالي والعلمي تحتاجه الحضارة وتحتاجه الكتابة. لمن أكتب؟ لأمتي وللإنسانية. متى أكتب؟ في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل سنة. وما أتيت من العلم إلا قليلا، والله عالم الشهادة الغيب والشهادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور على مداخلته قبل قليل.